من الاخر. طيب معلش يا جيمي قبل ما اروح لك في هذا الامر، خلينا نروح لكابتن ناصر عباس خبيرنا للتحكيم الكبير الحقيقه. وكابتن ناصر ازاي حضرتك يا كابتن؟ تحياتي لك كابتن اسلام وتحياتك لنجومك الكبار. كابتن ناصر ما اعرفش حضرتك متابعنا ولا لا، ولكن انا بتكلم هل هناك مؤامره على اسم الخبير الاجنبي بغض النظر عن اللي موجود دلوقتي، انا بتكلم بشكل عام خلال الفتره الاخيره منذ ايام ما كلاتنبرج ونجاح كلاتنبرج في عمل حاله في التحكيم في مصر وحصل اللي حصل ومشي، جبنا بيريرا هو طلع بنفسه وقال سلطه، مش اسلام اللي قال، هو بنفسه طلع وقال سلطه، وبالتالي وبيحاول ترتيب البيت، ولكن حتى الان لم نرى شيء. هل هي مؤامره؟ كابتن حشيش بيقول هو مش لاقي حد يساعده. طيب هل مش لاقي حد يساعده ده يودينا ان احنا رايحين لسكه المؤامره ما بيساعدهوش عشان يتامروا ضده مثلا؟ طيب كابتن اسلام ممكن اسالك سؤال بس الاول، وضيوفك عارفين الكلام دوت، خلينا نتكلم كام مسؤول مسك لجنه الحكام على مدار سنه وسنتين وثلاثه. يعني في ناس مسكت لجنه الحكام قعدت سنتين، وفي ناس مسكت لجنه الحكام قعدت اربع خمس ست سنين، يعني الناس دي خدت فرصه قبل كده قدرنا ان احنا نقيم فيهم الاداء بتاعهم. الراجل ده النهارده بالظبط عشان نتكلم ونقيمه يا كابتن اسلام، النهارده الراجل فيه ثلاث اسابيع اشتغل فيهم. ثلاث اسابيع في اللي هم بس فيهم كوارث يا كابتن بصراحه. انا معاك في اخطاء تحكيميه، انا معاك. واضحه. ولكن يا كابتن احنا زي ما قال الكابتن حشيش من شويه، الراجل بيحاول يرتب اوراقه ويشتغل بفكر جديد خالص هو تصنيف الحكام، بيبتدي يشتغل في سياسه الثواب والعقاب، بيبتدي يطور. لا بيشتغل يا كابتن اسلام، هو بيشتغل. أوكي. بيشتغل. لما نيجي نتكلم في اخطاء التحكيميه يا كابتن اسلام، انا هقول لك على مفاجاه حضرتك وضيوفك موجودين. هو ايه الاخطاء التحكيميه اللي حصلت من اربع حكام دوليين؟ حصلت من اربع حكام دوليين. مباراه كانت ما بين الزمالك اللي هي كان فيها الزمالك والمقاولين، وكان فيها الحكم الدولي المحترف، خلي بالك ده محترف في الاتحاد الافريقي، وكان معاه محمد عادل، اثنين مصنفين في الاتحاد الافريقي. الخطا حصل في مباراه الزمالك. المباراه الثانيه كانت حكم دولي كبير جدا هو محمد معروف، الزمالك والبرد. ايوه ولكن مباراه المصري وفاركو ومباراه الاتحاد وسيراميكا ومباراه الجونه وزيد مباراه الاتحاد الهدف يعني ده بتتكلم على انا ما بتكلمش على اكتر من حاجه، هتكلم كابتن اسلام بعد اذنك. انا بتكلم في ايه؟ ان الاخطاء حدثت من الحكام الكبار. هل انا كحكم كبير، انا كرئيس لجنه حكام، انا النهارده الحكم الدولي المصنف اللي هو بيلعب في الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي، النهارده انا النهارده كرئيس لجنه هعلمه مش ممكن، انا هقول له يعمل ايه ما يعملش ايه؟ الراجل بيروح للفار مش مقتنع بقرار، رجع حسب مخالف مع عكس الحكم اللي هو عايز اقول الاخطاء هي وارده يا كابتن اسلام، بس لان المهم ان الراجل ده لسه ما خدش فرصته يا جماعه، نديله فرصته يشتغل. قد ايه يا كابتن ناصر؟ على الاقل كملي. على الاقل انا اديله لحد الدور الاولاني يا كابتن اسلام. اوكي ماشي، انا بس باخد من حضرتك، حضرتك بالنسبه لنا الخبير في هذا الامر. يا كابتن اسلام انا اشتغلت في لجنه الحكام 8 او 9 10 سنين. تمام. وكنت محاضر في الاتحاد الافريقي ومحاضر في الاتحاد الدولي ورحت لعبت افضل حكام في افريقيا. مظبوط. مفيش لجنه عشان تقيمها تقعد اسبوعين وثلاثه وتمشيها. السؤال بقى المهم يا كابتن اسلام، هتجيب مين في الوقت ده يمسك؟ مين اللي هيجي يمسك لجنه الحكام؟ ده السؤال. عشان تجيب حد لابد انك انت تجيب خبير على اعلى مستوى. كابتن ناصر يقدر بقى هو في تفكير في تفكير ان الراجل يمشي دلوقتي؟ في تفكير. جميل كابتن اسلام اتفضل. كابتن ناصر انا بسالك. اتفضل كابتن اسلام، ممكن اقول لك على حاجه؟ اتفضل. خلينا نتكلم بصراحه، الراجل في البعض يهاجم الراجل على امور ليس لها علاقه بالتحكيم. اوكي. البعض يهاجم الرجل وبيحاولوا ان هم يعني عاوز اقول بامانه وبصراحه، انا اشتغل في لجنه الحكام. انا عارف. مش هشتغل في لجنه الحكام، انا خلاص اشتغلت وانا موجود في قناه الاهلي الحمد لله والامور ماشيه معايا بشكل كويس، ولكن انا بتكلم لمصلحه التحكيم المصري يا كابتن اسلام، التحكيم اكبر من اي حد. التحكيم من فضلكم اهدوا شويه على الراجل. الناس اللي هي بتطلع تهاجم الراجل ده يا كابتن اسلام ده بيستنوا الغلطه وبيطلعوا يهاجموا. احلى حاجه في كابتن ناصر بيتكلم بالالغاز. بقى كابتن ناصر حضرتك قول لي لو عندك حاجه قولها. على فكره انا والله العظيم ثلاثه كابتن حضرتك شايف حته كابتن ناصر، هو كابتن ناصر بيقول اقفوا جنبي شويه. هو كابتن ناصر مش بيتكلم بس على اتحاد الكوره، هو بيتكلم على العناصر التحكيميه. ممكن انا اقولها لك، الحكام نفسهم ومش الحكام بس، والخبراء بتوع التحكيم برضه.
وانت كل يوم في الاستوديوهات يا كابتن انت شايف تحكيم كبير جدل تحكيمي كبير جدا. انا كواحد من الشارع خلاص لو مشي مش هبقى عندي شعور انه اتظلم. ايوه هو السؤال هنا ايه الجديد؟ طب ما احنا عايشين في جدل تحكيمي بقالنا 100 سنه. بس لا هل جبنا كل الاسماء اللي حكم في كاس العالم واللي رفع رايه في كاس العالم واللي راح كاس العالم وما لعبش واللي وقف على الخط وصفر واللي مسك صفاره في ضهره رمضانيه كلهم مسكوا لجان التحكيم ولجنه الحكام نفسها سواء مع بيريرا او بيرجت غيرت اكتر من 4 مرات. بص يا جماعه انا اللي عايز اقوله انا بهاجم الراجل دلوقتي. طب ما انا جبت كل الاسماء اللي حد يتخيلها واللي ما حدش يتخيلها وما عملوش اي حاجه. لا عملونا ودونا الاحتواء وبتاع حاجات مش فاهمينها. بعدين يا اسلام اصل هنا جيمي بيقول حاجه مهمه والراجل ده جوه اتحاد الكوره. هي الفكره ان دلوقتي الهجوم ما بقاش من انديه او انتقادات من انديه. لا بنتكلم في الحكام. احنا شفنا فيديوهات حكام اللي كان في اللجنه ومشي جوه قدام الراجل عشان برضه نسمع كابتن ناصر. كابتن اتفضل يا كابتن حشيش. في نقطه بس يعني هو كابتن ناصر الحكم زيه زي المدرب زيه زي اي عنصر محتاج وقت عشان يبتدي. هو مش جاي عشان ماتش واحد ولا اتنين. هو عايز يطور. صحيح. تطوير التحكيم ده كمان ده في درجات. هو كمان الحكام مش مساله ممتاز بس. هو انا ينفع اقيم لعيب بيلعب في ماتشين ثلاثه؟ احنا لسه هنتكلم على مود استعداد الحكم. طيب كابتن ناصر سؤالي هل هناك من اشتاق للكرسي ويريد ان يعود مره اخرى للكرسي وقعده الكرسي كرئيس لجنه الحكام؟ نعم يا كابتن. الكلام مش واحد او اثنين وانا بقى انا هتكلم يا كابتن. يا ريت تتكلم يا كابتن. ما انا عايزك تتكلم والله. والله عايزك تتكلم يا كابتن. انا ما بتفرقش معايا خلي بالك. انا اللي هتحاسب يعني. باختصار شديد. اتفضل. سؤال هو الراجل لو نجح انت عارف يعني ايه معنى هتسقف له المنظومه كلها تنجح. يبقى منظومه التحكيم نجحت يبقى الراجل دوت نجح فيما فشل فيه الاخرون. اوكي. فنفشل الدنيا عشان يبقى بقى اللي جاي يحصل بقى. يبقى عشان اللي جاي من بره ده يبقى الاجنبي ما بيعملش حاجه خلاص. كابتن انا بقول حاجه مؤتمره. كابتن حشيش اتكلم في نقطه مهمه جدا. اتفضل. انا كراجل مسؤول كمدير فني عشان اشرح سياستي والحكام تفهمها وابتدي اطبق. اولا راجل هقول لك على مفاجاه. راجل اوقف حكمين يوم الاحد اللي فات في التحليل التحكيمي وده ما كانش بيحصل. لا حكامين كبار اتوقفوا يا كابتن امين عمر وقلاوي اتوقفوا لا يقل عن 4 اسابيع وقال كده. أيوة. الخطا التحكيمي من 4 بعد فاركو المصري والزمالك والمقاولين في المحاضره حصلت مشاده قوي وزعق. اسمح لي بس اسمح لي كابتن. اتفضل يا كابتن. اتفضل يا كابتن. اتفضل يا كابتن. النهارده ما كانش حد يجرؤ ابدا يوقف حكم دولي. يعني ممكن يلعبوا ماتش يتوقف الاسبوع اللي بعديه يلعب او اللي بعديه يلعب والامور بتنتهي. خلينا نتكلم بامان. النهارده الراجل قالها صراحه الخطا التحكيمي ايا كان الحكم من 4 لـ6 اسابيع. ان تكرر الحكم مره اخرى ينزل للمستوى الادنى. الكلام ده خلي بالك مش هيعجب ناس للاسف عشان انا اشرح سياسه. طيب يعني انا بتكلم محدش مصر هيقدر يعمله. يعني من حضرتك بتقول يعني حضرتك بتاخد وجهه نظري اللي هي هناك مؤامره بتحدث خلال هذه الفتره على الخبير الاجنبي بريرا بغض النظر رضائك او عدم رضائك عن ادائه ولكن هناك مؤامره بتحصل. دي وجهه نظري. في تعجيل ان الراجل يمشي يا كابتن اسلام زي ما حضرتك قلت كده. في تلكيك للراجل ان هو يمشي. في تسويق لسمعه الراجل ان هو ما بيشتغلش ان التحكيم فاشل. لا يعني لسه بدري قوي يا جماعه لسه. خلي الراجل يشتغل شويه من فضلكم نهدى شويه. ايوه مش كل ماتش يبقى في حاله تحكيميه نطلع نعمل نقلب الدنيا عليها. ده اللي بيحصل. ده للاسف اللي بيحصل يا كابتن اسلام النهارده. صحيح كابتن ناصر. كمان الموضوع يعني الموضوع مش سهل زي ما انت عارف لان الراجل ده راجل فرد واحد لازم يتابع عشان يتابع الحكام ويطلع ناس من الممتاز به ومن ثالثه ومن رابعه. ده دور صعب جدا فلازم حد يساعد ويبقى فيه داتا صحيحه وبامانه للراجل لان الراجل مش هيعدي على الدرجات دي كلها يتفرج على الماتشات. ده استحاله. عايز ارد عليك كابتن محمد في الموضوع ده. فريق العمل يا كابتن حشيش اللي موجود اتفضل يا كابتن حشيش. كابتن حشيش انا النهارده مش هنجح لوحدي كبريرة. انا معايا فريق عمل المفروض اشتغل بيه. الفريق العمل اللي موجود معايا ما كانش هيبقى على قلب رجل واحد والكل يبقى على مصلحه التحكيم وكل يشتغل بامانه مع الراجل ويديله داتا كامله ويبقى فيهم صرحه. ما لناش حاجه غير التحكيم يا كابتن. ان فريق العمل ده اساس يا كابتن حشيش في نجاح الراجل. الراجل مش هينجح لوحده. احنا عندنا النهارده اعضاء لجنه الحكام عندنا بدءا من مجدي رزق حمد القاضي حمد ابو العيلة احمد ساهر احمد الجرحي الناس اللي بتشتغل. طيب. يا جماعه طيب. اشتغلوا مع محمد فاروق. محمد يا فاروق انت ليك دور كبير يا محمد. طبعا. انت لاعب رئيس اللجنه من فضلك اشتغل وانا عارف انك انت بتشتغل ولكن خلي
طيب. خليك في ظهر الراجل الفتره اللي جايه. انا بشكرك جدا يا كابتن ناصر، خبيرنا المحاضر الدولي والخبير التحكيمي الكبير، شكرا جزيلا كابتن ناصر عباس. انت هنا بتتكلم عن ان الرجل بيشتغل